الله على نور رسول الله. ليلة محتاجينها، محتاجين نقضي رمضان بشكل مختلف ونحتفل ويبقى فيه بهجة ومحبة ونشعر بالسعادة اللي افتقدناها من زمان. ومن كل الأحداث اللي عمالة تحصل لنا كل شوية، ساعات كتير القلوب بتحزن وبتبقى محتاجة لروحانيات، لتجليات تعيشها تاني من أول وجديد عشان يجيلها الابتسامة. وهو ده اللي بنعمله النهاردة في ساعة مع نبال. يعني مش عارفة أقول لكم إيه والله، بس أقول لكم إن أنا مبسوطة جدا وسعيدة بوجودكم معايا النهاردة في الاستوديو، وسعيدة إن أنتوا شباب ومجتهدين وبتبذلوا مجهود عشان يبقى ليكم مكانة في الساحة دلوقتي. قولي برضو، لما بيكون في حد محتاج تدريب، انت قلت لي في البداية ان انت بتاخد يعني بيجولك وبيقابلوك وبعدين بتبدأ تصنف اصواتهم، هل في حد بتقول له لا خلاص هتدخل هتنضم لينا على طول، ولا وفي حد تاني تقول له طب استنى معايا شويه لا احنا محتاجين تدريب، وفي ناس تقول له لا انت ما تنفعش في الانشاد خالص؟ يا ترى بيحصل ده يعني معاك؟ بيحصل، بس انا عايزه اخش جواكم يعني اعرف ايه اللي بيحصل في الكواليس بتاعتكم. لا هو لما حد يجي لنا، طبعا هو عامه ما بقولش حد مالكش في الانشاد خالص، يعني هو عامه انا بالنسبه لي زي ما قلت لك في بدايه الكلام، يعني هو حاجه كان والدي معلمني عليها من زمان، يعني اللي يجي لك بالذات اللي هو في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ارده، يعني او ما ينفعش اقول له انت وحش او ايا كان، يعني اقول له انت كويس بس اشتغل على نفسك، بقول له تعالى احضر برباطنا واسمع معانا الشغل واسمعنا واحنا قاعدين وقول معانا واتمرن مره واثنين وثلاثه عشر، بس مش هتظهر على المسرح غير لما تكون جاهز، غير لما تكون انت جاهز، يعني جاهز انك تطلع على المسرح وعلى الصوت. وفي صوت بيجي لك انت بتسمعيه حتى لو انت مالكيش في الانشاد، بس انت كمستمع عادي جدا بيخش قلبك وبترتاحي وبتحس ان صوته مميز جدا، فده ما ينفعش ان انا امنعه، لا تعالى واقعد جنبي وقول، ليك دور تقول في الفريق. الموضوع مش مختصر على محمد عمران بس، لا الموضوع مختصر كل واحد، يعني انا دايما بقول لهم الفريق ده بتاع كل واحد فينا، بتاع كل واحد فيكم، اشتغلوا على نفسكم كويس عشان يبقى لكم دور اساسي، كل واحد ليه دور اساسي، وانا ابقى مجبر ان انا احطك اساسي، يعني انت لما تكون كويس ولما يكون عندي موهبه مثلا زي احمد زي مصطفى زي جاسر زي ايهاب، لا لازم يظهر للناس كلها، يعني لازم يبقى على المسرح بشكل كامل الناس تسمعه، مش هتسمع مش جاي عشان تسمع، احنا اسمنا فرقه مش 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 مش, مش تيم محمد عمران، لا فرقه. وانتوا كمان بتقدموا رساله، يعني انتوا انتم صفرة لدينكم ورسولنا وانتوا بتوصلوا رسالة من الانشاد، يعني الانشاد طبعاً مش مجرد برضو كلام بيتردد طبعاً وخلاص، طبعاً لا طبعاً ده هي رسالة بتحمل معاني كتير، حتى كتيرة التعامل جداً. احنا حتى في الحفلة والتعامل معنا زي ما بقولهم يا شباب خدوا بالكم الناس عينها عليكم، الناس في اطفال معانا ممكن تسمع احمد فتاخد احمد قدوه في حاجه جميله، فخد بالك من اسلوبك وانت بتتعامل مع الناس وانت بتتكلم مع الناس. ونقطه معينه كمان مهمه جدا، فكره الاتجاه للانشاد وان ازاي يبقى حلم ام واب ان هم يطلعوا ولد او نبته صغيره في طريق زي ده، ده فكر جديد يعني برضو المجتمع الفكر كله ازاي يطلع مطرب ازاي يغني كذا، يعني دلوقتي بقى في تفكير معين وقدامنا نموذج احمد اهوت، يعني طبعا انا مش عايزه اضيع الوقت معاكم، انا عايزه اسمع منكم على يعني على قد ما اقدر، يعني هتسمعونا ايه؟ انا مشتاق لك يا نبيل. يلا بينا حبيبي الحبيب. حبيبي الحبيب ياللي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب ياللي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب ياللي تصلي على
حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي الله الله. مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي الله الله. مديحي رسول الله خير خير البريتي حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. هنيئا لعين شاهدت أرض مكة. الله الله. هنيئا لعين شاهدت أرض مكة. الله الله. هنيئا لعين شاهدت أرض مكة. الله الله. طافت ببيت الله سبعة ولبتي حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. نبي رأته الشمس طفل تعجبت الله الله. نبي رأته الشمس طفل تعجبت الله الله. قالت له حبيبي من أي أنت القبيلتي حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. على عرفات الله يجمع شملات الله الله. على عرفات الله يجمع شملات الله الله. على عرفات الله يجمع شملنا الله الله. على عرفات الله يجمع شملنا الله الله. ويكون عن وزرنا والخطيئتي حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي. الله عليك علي أفضل الصلاة والسلام. قل لي تسمعني إيه تاني؟ نسمعك إيه تاني؟ نبينا زين نبينا يا زين يعيش سنين يا نور القلب يا ضي العين. نبينا يا زين يعيش سنين يا نور القلب يا ضي العين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. رسول الله يا زين الزين عشت سنين وأنا بينا حبابي اسمك نور مكتوب على بابي. عشت سنين وأنا بينا حبابي اسمك نور مكتوب على باب. بحلم بيك بتقول تعالان ما انت حبيبي القلب الغالي. عشت سنين وأنا بينا حبابي اسمك نور مكتوب على باب. بحلم بيك بتقول تعالان ما انت حبيبي القلب الغالي. بكيت من الفرح وتاني الجرح وتهت نسيت معرفت انا فين. بكيت من الفرح وطاب الجرح وتهت نسيت معرفت.
عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين ودبت ودبت في أشواق نسيت في غرامك رايح فين ودبت ودبت في أشواق نسيت في غرامك رايح فين رسول الله يا زين الزين بالإحرام أنا جاي يا غالي يا حبيبي ومقامك عالي بالإحرام أنا جاي يا غالي يا حبيبي ومقامك عالي قلبي نادالك حن وجال واشتالك أيام وليالي بالإحرام أنا جاي يا غالي يا حبيبي ومقامك عالي قلبي نادالك حن وجال واشتالك أيام وليالي محلى جمالك هل هلالك كل دي بيتك شوق وحنين محلى جمالك هل هلال كل دي بيتك شوق وحنين رسول الله يا زين الزين نبينا يا زين يا عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين نبينا يا زين يا عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين ودبت ودبت في أشواق نسيت في غرامك رايح فين ودبت ودبت في أشواق نسيت في غرامك رايح فين رسول الله يا زين الزين اسهر يا عيوني ولا تنامي أنا جيت والكعبة قدامي اسهر يا عيوني ولا تنامي أنا جيت والكعبة قدامي اسهر يا عيوني ولا تنامي أنا جيت والكعبة قدامي راجي يا محمد انت الدنيا وانا سبت عشانك الدنيا يا محمد انت الدنيا وانا سبت عشانك الدنيا هو ما غبتش عني سينيا شايفك حتى في احلامي اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي ما انت زادي وزوان امي وابويا واجدادي ما انت وابويا واجدادي ويبقى على صوتي بنادي نورك نور ايام اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي الله عليكم النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم ان احنا بنحاول نخرج من الحلقة بشكل مختلف وبأحاسيس مختلفة وزي ما قلت رسالة محبة وسلام أجواء رمضان ليها طابع خاص عندنا وليها ملامح معينة بس الشاطر فينا اللي بيعرف يعيشها ازاي ويستفيد منها ازاي اجمل حاجه مناجاه الله اجمل حاجه الذكر انك انت تقعد مع نفسك مع رب العالمين في الايام المفترجه اللي احنا فيها عشان تقول له اللي تعبك واللي جواك محتاجين نخرج من رمضان بشكل تاني وبصوره تانيه محتاجين نتعلم منه كويس أنا قلت قبل كده إنه هدية هدية بتجينا من السنة للسنة علشان تغسل تغسل كل أوجاعنا تشيل كل همومنا تخلينا نتولد من جديد ونعرف نمشي في الحياة تاني من أول وجديد يا ترى كم واحد فينا بيعرف يستغل رمضان صح بيعرف يتعامل معاه صح بيعرف
يفهم الضيف اللي جاي له ده يكرمه ازاي ويعمل ايه. كتبت مرة وقلت ان احنا بنلبس عباية رمضان، عباية بنلبسها بنعمل كل حاجة لكن من غير مشاعر ومن غير احاسيس من غير روح. وعشان كده اللي بيلبسوها بس مؤقت في رمضان ما بيقدروش يوصلوا لحاجة، وبعد رمضان ولا كأنهم لبسوا العباية. لكن الشاطر اللي بيعرف ازاي يجدد روحه ويجدد حياته ويجدد قلبه، وساعتها يعرف يشتري العباية بجد من أرقى بيوت الأزياء. قد إيه كلنا كنا محتاجين رمضان، كنا محتاجين شيء يخرجنا من أوجاعنا ألمنا الحاجات الغريبة اللي عمالين نشوفها. كنا تعبانين ورمضان جانا علشان نعرف نكمل الطريق. هتسمعنا إيه؟ إيهاب بقى ممكن نعمل حاجة كويسة قوي، مولاي والقلب يعشق. تمام يلا بينا. يلا بوب. مولاي إني ببابك قد نصبت يدي، من لي أعوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي أنوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي أقوم بالليل والأسحار ساكنة، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائذ وجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضا وعيش في رضا في رضا. وما
يصبح سخطا على عيش من الرادي. من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طعن هل يرحم العبد بعد الله من أخذي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي أنوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي. الله. مولاي إني ببابك. يا ترى حد جرب قبل كده شعور ان يجيله رسائل من رب العالمين؟ محدش يحس الاحساس ده الا اللي جربه وتبدل حزنه فرحه، لانه اتوجه رغم ضيق الحياه ورغم الالم اللي شايفه في الدنيا ورغم انه افتكر إني مفيش باب، اتوجه بالدعاء والذكر ورمى حموله على رب العالمين وفوض أمره ليه. وهنا كانت البشارة من رب العالمين، لأنه قالك إنك في أعيننا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا بيبعت رسائل، رسائل طبطبة طبطبة من رب العالمين على كل إنسان اتوجع واتألم وحزن وفقد، بيقولك أنا جنبك ومعاك. النهاردة كان السبب في اختيار ليلة مميزة أو ليلة بتوحي بروحانيات معينة إن إحنا ندخل البهجة على قلوب الناس، الناس اللي اتألمت وتوجعت، الناس اللي فاكرة إن مشكلتها ملهاش حل، الناس اللي فقدت ناس غالية عليهم جدا. كنا عايزين نقول لهم إن ربنا جنبنا وبيبعت لنا رسائل. اسجد أنت واقترب. ربنا دايما جنبينا ومعانا
بس احنا نفوض امرنا ليه. ما تقولش يا رب عندي هم، قول يا هم عندي رب كريم. هختم معاكم النهارده باحلى كلام هسمعه من احلى منشدين، وبشكرهم شكر كبير جدا انهم اسعدوني واسعدوا كل في الاستوديو والمشاهدين كمان، واتمنى لكم التوفيق ودايما للاحسن ان شاء الله، وهشوفكم السنه الجايه ويكون العدد كامل بقى باذن الله. هتختموا بايه؟ مشتاق نبيل. الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول. حاسس يوم عيد، سبت الدنيا هناك والمال، نفسي همي معاك ينزال. سبت الدنيا هناك والمال، نفسي همي معاك ينزال. لقيت نفسي في أحسن حال بصلاتي وسلامي عليه. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. عشقي دايما هيكون لي وفي صلاتي هصلي عليه. عشقي دايما هيكون لي وفي صلاتي هصلي عليه. نسيت أهلي والأحباب، ولا أي عتاب. نسيت أهلي والأحباب، لا همني ولا أي عتاب. كل ده مظهر كذاب، حمل على ظهر نبيذي. الله الله الله، ده حبيبنا رسول.